يلا يلا. الكذب ماليهم واحترت انا فيهم، لازم اللي بعوني بكره اوريهم، يا ما عملوا معايا وخسرت كفايه، ولا عمر انا هرجع ولا بصي ورايا، مش حبكي خلاص على ناس مش ناس، بيخونوا التملي ويبيعوا في ناس، دول هنا عليهم ما تمرش فيهم، دي ناس قوية قوية ومفترية. برافو برافو.